بنان دين عكلنا لو جيسيي مدحوينها تمريد الصومالي له هالضبع حسبيهان وحنو أرجنا قرا الكاسي إنه يصير كودون يو أودان شرع السين أودان شرع السين سو فرصة جهره إنه متحابيو صحافة تمريد الصومالي له مركي نكح الله إنها ضبوام حي صحافة وحن دوني الشعب الصومالي إن يري يردلو استاجو صحافة حرتها هي وام حي صحافة جودهن واتير أساسية هي مبدأ لف نبر وآه مركي الله جه الله يو قرن أما هنان دولدات أو كل سن نظام ديمقراطية تصالحا إنه وحن قادم النظام كليرا ديمقراطية وحن لنا هي الدستور هذا سوق عطوا الدستور كين وريكتك استوى كصوب بحر قرن يحير كستوى قرن ككصوب بحر ووحوا كم تيران هدو كهري ما ده دستور دستور كينو محليه وحليه هي قدر كيس طلبي صدناط فرق دي صدح هذا وحلا ده صحافة يور باهين تكله وحي كم ذيهن حريات كأساس جاء الرأي دي بشده وحين الليهن مدح بناني ذوده وين الرأي بنتهاي وحكستا ولقو عبرنايو هذا بحد ده نسود ده دقو قرالك وزيرك نظام كنا إنه سماي سنعي وتشيك عن بالانس وحسود اللي توصل ده بردار وهايدا فلنته هايدا شرعي دتشنته إيه هايدا كرسورك هديها هايدا كو خلدان تشرعي أما حيارك عينو ديغاني هايدا كلا صحيصة قرالك وزيرك وحويق يهي إنو يهي شرعي دتشنتي إنو يهي فلنتي إنو يهي كرسوركي صدح ذا قرال كان نحر كيسا تقول تقيسا قرال كيسا هدانو صوان نقضو ديوان قلين تمرك الليلة صحافة دا وحالة حيران تالة ميلا لما الوزير كسو قلع ميجو تاسو حي عضينيسا إن دمع كدحقو حياء وزير كي وزارة ديس دمع السياسة دي كدحقو حياء يين لدون يين لقوة قحر يتلقوا الكي قرن كان كسوع على مالي إيجيس كافريكا إنو لها إنو ديرين وحدون يا هادو هو قارسمي ويدا أوامير تيس إنو صف ضد ليسا كوغلا نقضة تاسنا الدستور كينو ودي دستور كينو وكلم مدح بناني سيا هايدا سيان هايدين أوغو تقرفلين أوود الشرعي لابا قضب بان كسو قادنا يا midowaan maaliyadeedu wuxuu leeyahay arin maaliyadeed buu ka hadlay midana waxa weeye waa ruqsado waxa xaq u leh xeerlaalinta hadaba hadaan in yar yar dul istaago wasiirku door kuma leh arinta diwaangelinta ama ruqsada meel alla meel uu ka soo gala wasiirku ma jirto waxaan ayno cadeynaya isla qoraalka isagu soo saaray hal qodob umu cuskan oo awood u siinaya inuu xaq u leeyahay inuu leeyahay nidaamka ruqsad bixinta ama cusboonaysiinta hal qodob mu soo qaadan taas waa ta keentay inuu warqada Soomaaliya oo sida dadka suuqa jooga ay u soo qoraan uu soo qoro waxaan daba shacabiga Soomaaliland u cadeynaya arintaas inay tahay dhile horle duulan lagu soo qaaday saxaafada jamhuuriyadda Soomaaliland oo la doonayo in lagu majaxabiyo jiritaankii saxaafada